بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله رايحين نتابع في الوحدة لبري انترودكشن لتحليل الأدلة الجنائية. في المحاضرة السابقة كنا حدثنا آخر شيء عن اللي هو التوبولوجيز، سولفنا عن اللي هو البوينت تو بوينت، سولفنا ايضا عن اللي هو البص وعن الرينج فوائده وسيئاته او مساوئه، وايضا سولفنا عن الستار في اللي هو بالسنترال سويتشنج روتينج ديفايس، وايضا بالسويتش سولفنا عن محاسنه وايضا مساوئه. المحاضرة السابقة وصلنا آخر شيء سولفنا عنه اللي هو في المش، وسولفنا قلنا إنه المش هو عبارة عن نوعين، في عندنا اللي هو البارشال مش وفي عندنا اللي هو الفول مش. لاحظوا عندنا في اللي البارشال مش إنه يكون في عندنا اللي هو السنترال بالوسط جهاز، والجهاز في عندنا لينك من كل جهاز باتجاه الجهاز الآخر. يعني عندنا الجهاز هاب، في عنده لينك للجهاز هاب، في عنده لينك للجهاز السنترال اللي بالوسط ولينك للجهاز اللي هون. في حالة أنه بيرغب بالتواصل مع أي جهاز آخر ما لهوش اتصال به، يعني ما لهوش وصلة مباشرة، بيقدر أنه من خلال اللي هو السنترال ديفايس انه يوصل له اللي هو الداتا تبعته للديستنيشن، مثلا فيما اذا لو كان عندنا ديستنيشن اب. الان الطرف اللي هو الفول مش انه يكون في عندنا اللي هو اتصال مباشر مع الاطراف البعيده بدون ما انت تتواصل مع السنترال ديفايس. بيتم هذا اذا بتلاحظوا عندنا هون في اتصال ما بين النود هاي والنود الموجوده بالطرف البعيد اليمين السفلي، في عندنا اللي هو لينك بتيجي له مباشره. فلما بدنا يكون في عندنا الديستنيشن اللي هو الطرف البعيد بإمكانه يستخدم الروت تاب أو اللي هو الميديا اللي هون بدون ما يلجأ إلى استخدام اللي هو السنترال ديفايس. زي ما احنا شايفين في عندنا هون حاطين اللي هو المحاسن والمساوئ مقارنة. طبعا يعني لما نذكر احنا محاسن ومساوئ احنا قاعدين بنسولف عن اللي هو مقارنة مع اللي هو التوبولوجي الأخرى، مع التوبولوجي الأخرى. في عندنا بيسوي لنا عملية اللي هي التوليرانس اوف فولس ان ذا اللي هو الكونكشن. زي ما ذكرنا قلنا في عندنا انه ممكن انه يتواصل مع الطرف البعيد من خلال اما السنترال او من خلال اللي هو يكون في عندنا اتصال مباشر بوصلة منفصلة مع الطرف البعيد. الفائدة الثانية أو الحسنة الثانية من اللي هو المش توبولوجي بيقدر إنه يستخدم الكونكشنز اللي موجودة بالشبكة بطريقة فعالة. طيب المساوئ تبعته، إذا بدنا إحنا نستخدم الفول مش رايح يكون في عندنا استهلاك زيادة للكيبلات، وبالتالي زي ما احنا شايفين عندنا هون أي كيبل زيادة، بينما التوبولوجي الرئيسية الطبيعية اللي هي لازم تكون بالبارشل مش. إذا لازم يكون في عندنا إذا نستخدم الفول مش بحيث إنه نستخدم جميع الاتصال مع جميع الأجهزة بوصلات منفصلة عن بعضها البعض، هذا رايح يكون في عندنا اللي هو استهلاك باللي هو الكيبلات. وطبعا الكيبلات زي ما ذكرنا لكم في عندنا انواع مختلفه، في عندنا الكيبلات اللي ممكن تكون بالسوق من حيث الثمن رخيصه، ولكن اذا كان الاتصال فيما اذا لو بدنا نحط كيبلات اللي هو
الشيلدد تويستد بير اللي هي الزوجيه المغلفه راح يكون سعرها بزياده. وايضا بالطريقه هاي راح يكون في عندنا اللي هو اداره الامن والمحافظه عليها بتكون صعبه شوي اذا احنا استخدمنا للشبكه تبعتنا اللي هو المش تيبولوجي، اذا استخدمنا اللي هو المش تيبولوجي. طيب في عندنا انواع الشبكات، قلنا اول نوع اللي هو اللوكال اريا نتورك، قلنا اللي بيحدد اللي ليش احنا بنقول هاي لوكال اريا نتورك او هاي متروبوليان اريا نتورك او وايد اريا نتورك او اكسترانت او انترانت نتورك، اللي بحدد العوامل هاي عاملين رئيسيات، التسمية هاي بحددها اللي هو عوامل اثنين رئيسيات. العامل الرئيسي الأول اللي هو عدد الأجهزة اللي موجودة داخل الشبكة هاي. العامل الثاني اللي هي المساحة اللي بتغطيها هاي الشبكة، المساحة اللي بتغطيها هاي الشبكة. وضربنا مثال في المحاضرة السابقة، قلنا لما يكون في عندنا اللي هو اللان الموجودة داخل اللان اللي موجودة داخل اللي هو الجامعة، هاي لوكال اريا نتورك. طبعا طبيعة المنطقة محصورة بعدد محدد من الأجهزة، يعني حتى لو كان مخيلتك أو أنت بتتصور أنه عدد الأجهزة الموجودة بالجامعة كبير، لكن مقارنة مع الشبكات الثانية أنواع الشبكات الثانية هو عدد محدود صغير، وأيضا هو ليميتد وين بالاريا او بالمساحه اللي موجوده فيها الكليات الجامعه او الجامعه. طيب في عندنا الشيرد ميديا، الشيرد ميديا الان الميديا اللي يتم استخدامها في ارسال الداتا من جميع الاجهزه اللي مشتركه بالشبكه هو بيستخدموا نفس الميديا، يعني ميديا واحد، يعني وسط ناقل واحد، وسط ناقل واحد. لذلك لابد انه يكون في عندنا حتى ما يصيرش انه عندنا اللي هو الكولايد بتوين ذا باكيتس، يعني الباكيتات اللي يتم ارسالها من قبل الاجهزه المختلفه اللي موجوده داخل الشبكه، حتى ما يصيرش في عندنا تصادم. وقلنا التصادم له مساوئ كثيرة بحيث يؤدي إلى فقدان الداتا وبالتالي إعادة إرسالها وبالتالي استهلاك الريسورسز تبعت الشبكة. لازم يكون في عندنا بروتوكول ينظم اللي هي عملية الأكسس لهاي الأجهزة مشان يتم أو تقوم بإرسال الداتا اللي موجودة عندنا. يعني لما يكون في عندنا جهاز A و B و C الثلاثة مشتركات بنفس الميديا اللي هو الخط الأسود اللي موجود عندنا هاي، وهنا اللي هو اللي إذا بتلاحظوا اللي هو في عندنا اللي هو الكوأكسيال كيبل. والتوبولوجي هون شو التوبولوجي هون؟ مين من الطلاب بيحب يشاركنا شو التوبولوجي اللي موجودة عندنا هون؟ هيك دكتور، هاي بتكون بس بس بالضبط. إذا الآن لو الأجهزة الثلاثة بدهن يرسلن الداتا تبعتهن بنفس الوقت، شو بده يصير بيناتهم للداتا هاي؟ الداتا هاي بده يصير لها اللي هي عملية الكوليجن اللي هو التصادم، وبصير في عندنا عملية اللي هو اسقاط لهي الداتا وإعادة إرسالها مرة ثانية. لذلك لابد أن يكون في عندنا بروتوكول ينظم عملية إرسال هاي الداتا اللي هو to control the access of the devices to the media. Control the access of the devices to the media. الان في عندنا الكارير سنس مالتيبل اكسس اللي هو السيسما سي دي، هذا بروتوكول احنا بنستخدمه مشان احنا نمنع اللي هو التصادم، بحيث انه احنا نسوي عمليه ملاحظه وايش ومراقبه للكوليجن قبل حدوثه، فبنستخدم احنا البروتوكول هذا. البروتوكول هذا له اجراءات، الاجراءات تاي طبعا الديفايس اللي انت بين ايديك اللي موجود اللابتوب او السمارت فون او البدا قاعد بيطبقها بدون ما انت تشعر بها، اللي هو فيه بصير عندنا عمليه
انه بيراقب اللي هو الميديا وبيراقب الأجهزة اللي موجودة ومشبوكة عنده على الشبكة. الآن ملخصة إنه بتأكد إنه إذا ما صارش في عندنا إرسال أو ما فيش ولا أي جهاز قاعد الآن برسل على الشبكة بصير في عندنا اللي هو تأخير لمدة ملي سكند معين، عدد من الملي سكندات معينة، وبعدين بيبدأ اللي بإرسال الداتا اللي موجودة عنده. طبعا هذا الحكي بيتم تطبيقه من قبل جميع الأجهزة اللي إيش اللي قاعدة اللي هو مشبوكة على الشبكة أو موجودة على الشبكة وبدها ترسل الداتا تبعتها. قبل ما ترسل الداتا تبعتها بتم التأكيد باستخدام هذا البروتوكول، وهذا البروتوكول بهيئ الشبكة أنه يخفف عدد التصادمات اللي موجودة بها من حيث اللي هو يعني مجرد ما حدث تصادم عندنا داخل الشبكة بقوم به اللي هو عملية التراجع عن عملية إرسال الداتا تبعته. وفي عندنا طبعا نوع ثاني رايحين نسولف عنه اللي هو الكارير سينس مالتيبل أكسس كوليجن افويدنس، اللي هو بدل السي دي بيكون في عندنا اللي هو سي اي كوليجن افويدنس. الكوليجن افويدنس الاختلاف بينه وبين الكوليجن ديتكشن انه ان ادفانس بيكون في عندنا اجراءات من جميع الاجهزه بحيث تضمن 100% يعني بقدر الامكان انه ما يصيرش في عندنا اللي هو تصادم. الأفويدنس معناته إنه إحنا نتجنب تماماً حدوث اللي هو التصادم، حدوث التصادم. بينما بالكوليجن ديتكشن إنه التصادم صار عندنا، الآن شو الإجراءات اللي بتتم من جميع الأجهزة في حالة لما يصير في عندنا اللي هو التصادم؟ هذا اللي هو اللي بنظمه البروتوكول السيسما سي دي. طيب. الستاندر الإيثرنت اللي بتستخدم عندنا اللي هو السيسما سي بي، في عندنا طبعا التايبس ده الكوأكس الكيبل اللي بتستخدمه بي اللي هو الستاندر إيثرنت، في عندنا العشرة بيس اي 2 اللي هو اليوزد الثين كوأكسل، ثين يعني اللي هو بكون السلك رفيع، لا 10 ميجا بت بير سكند. الرينج تبعه اللي هو بكون لغايه ال 185 متر. وبتلاحظوا انه الان بنسولف عن الرينج، معناته احنا بنسولف عن انه الوصله اللي ممكن تكون توصل الديفايسز مع بعضها البعض لغايه كذا، اذا مش مفتوحه المسافه لغايه كذا. بعديها بصير في عندنا بالنقل الداتا بالميديا بصير في عندنا اللي هو غير واضح وبتعرض للي هو الاتينيويشن، بتعرض للتكسر، الداتا بصير عندنا مكسرة، الداتا اللي قاعدة بتنتقل ممكن تتعرض لمخاطر كثيرة. النوع الثاني اللي هو من العشرة بيس اي 5، هذا الثيك كوأكسل يعني الغليظ السلك الغليظ، واللي هو بيستخدم 10 ميجا بت بير سكند لغايه لا 10 ميجا بت لغايه 10 ميجا بت بير سكند، لكن الاختلاف في اللي هو الرينج اللي هو 500 متر، الرينج اللي هو 500 متر. الآن بالنسبة للهب والسويتش، طبعاً إحنا ديفايسز أخذناهن بمادة توثيق الشبكات بالشابتر الأول طبعاً، وتطلب أساسي ليك أنت مشان تأخذ اللي هو تحليل أدلة جنائية للشبكات أنه تكون أنت ماخذ المادة هاي، لذلك إحنا بنعطيها في عجالة. بالنسبة للهب والسويتش مش رايحين نتطرق شو مساوي
حسنات لكل جهاز والاختلاف بيناتهم. لكن ان جنرال زي ما ذكرنا لكم المحاضرة السابقة انه الهب والسويتش باخذ الداتا نفسها وبمركها لباقي الاجهزة، والسويتش نفس الشيء بقوم بنفس الطريقة، لكن السويتش بيشتغل اللي هو على انه يسوي عملية توصيل ما بين السندر والريسيفر باستخدام الماك ادريسز. لذلك السويتشات بيكون في عندنا تيبل، التيبل هاي مكونة من اللي هو اسم الجهاز او رقمه حسب عنوانته داخل الشبكة، زائد الماك ادريس لكل جهاز من هاي الاجهزة. وبالتالي بما انه بكون في عندنا استخدام التيبل هاي، عملية الارسال تتم باستخدام اللي هو واحد من الكوليجن افويدنس او ديتكشن، اللي هي الكنترول اكسس للاجهزة مشان تودي الداتا تبعتها. لذلك بنقول انه بالنسبة للسويتش انه ما بيكونش في كوليجن، والهب لانه باخذ الداتا وبرسلها مباشره زي ما بتصل وبوديها مباشره لجميع الاجهزه بدون تمييز، فبكون في عندنا اللي هو بكون في عندنا تصادم بالداتا هاي، تصادم بالداتا هاي. وطبعا قلنا شو ما فيش داعي انه كل سنه تقول شو مساوئ اللي هو الكوليجن، مجرد ما قلنا كوليجن انت تخيل قديش راح يكون في عندنا البيرفورمانس، تاثير على البيرفورمانس تبع هاي الشبكه. طبعا في عندنا عدة انواع باستخدام انواع مختلفه من الديفايس كيبلز اللي هي الميديا، في عندنا الانشيلد تويست بير، وفي عندنا التو تايبس، في عندنا الانشيلد تويست بير اللي هي اليو تي بي هاي انشيلد تويست بير، وفي عندنا الفايبر اوبتكس، وفي عندنا الانشيلد تويست بير، وفي عندنا الفايبر. طبعا الاختلاف اللي هو زي ما بنشوفه الان حتى نميز واحد عن واحد، بكون في عندنا الرقم تبع البراند تبعته مختلفه، وايضا بكون في عندنا اللي هو الاسم 10 على 100 بيس تي، الماكسيمم رينج اللي بكون 100 متر. ال 100 بيس تي الماكسيمم رينج بكون برضه 100 متر. ال 100 بيس اف اكس ماكسيمم رينج 400 متر، و 100 بيس تي ماكسيمم رينج بكون برضه 100 متر، وال ال بيس زد اكس للماكسيمم رينج بكون 100 كيلو متر. 100 كيلو متر لاحظوا قديش عندنا الفروقات بين اللي هو ال 0.23 AB والزد. هاي بالنسبه للايثرنت اللي هي الاي تربل اي باستخدام الاي اي تربل ستاندر اي تربل اي 802.3. الان نيجي للنوع الثاني من الشبكات اللي هو الوايد اريا نتورك كونكشنز. في عندنا لاحظوا عندنا طبعا احنا اذا بتتذكروا المره اللي فاتت قلنا الوان هي عباره عن مجموعه من اللانات متصله مع بعضها البعض، المجموع كامل بنسميه اللي هو الوان. الان الوان من حيث المساحه اللي بغطيها، المساحه اللي بغطيها ممكن يغطي عندنا على سبيل المثال منطقه الزرقاء وعمان وجرش، ممكن يغطي الوان الواحدة ممكن تغطي الأردن كاملة، يعني كلها جميع اللانات اللي مشتركة مع بعضها البعض الشبكة مع بعضها البعض بالمملكة الأردنية الهاشمية كلها بنسميها وان، كلها بنسميها وان، يعني جميع اللانات اللي موجودة داخل هاي المناطق اللي مشتركة مع بعضها البعض بنسميها اللي هي اللان. الان اللان تكنولوجي اللي هو في عندنا على سبيل المثال الايثرنت، في عندنا لان تكنولوجي ايثرنت والريموت كونكشن اللي هي الوايرلس. الان في عندنا الوان وفي عندنا اللي هي الوايرلس لان، وايرلس لان يعني ممكن انه نفس الوان هاي يكون في عندها اتصال بشبكات
ويرلس ويرلسلي، لكن نهاية الاتصال مع بعضهم البعض لازم يكون ايش؟ الاتصال بيكون في عندنا اللي هو الوير. نتورك بروتوكول واللي هو الديفايسز، طبعا في عندنا الاف تي بي من البروتوكولات اللي موجوده باي لاير شباب؟ مين بيقدر يقول لنا الاف تي بي بروتوكول باي شبكه، باي لاير؟ بالفيزيكال لاير ولا بالابلكيشن لاير ولا بالنتورك لاير ولا بالترانسبورت لاير؟ بتكون بالترانسبورت دكتور. بالترانسبورت، بكون بالترانسبورت. سولف لنا عنه شوية. أسولف لك عنه. هذا سي دكتور يعني بكون هو عملية اللي هو نقل التكس بين الشبكة. يعني هاي المعلومات اللي عندي والله دكتور. أوكي ممتاز كويس. مين كمان حاب يشاركنا؟ خالد المغربي، شو الـ FTP بروتوكول بأي لير؟ خالد المغربي فاتح الجهاز ونايم ولا بس فاتح الجهاز؟ لا والله دكتور، والله بالباص متجه باتجاه الجامعة. والله دكتور واحد الله يا ذنبي، بالباص ومتجه باتجاه الجامعة؟ ان شاء الله. يلا بالسلام ان شاء الله. الله يسلمك دكتور. طيب بلال يحيى، بلال يحيى، بلال يحيى، خالد حسين، ابراهيم حامد موجود دكتور. بلال يلا يا بلال، سولف لنا الاف تي بي بروتوكول باي لير وشو بيسوي؟ ايش هو دكتور؟ بس عيد السؤال مره ثانيه. فاتح عندي السلايدات اللي انا فاتحهن. دكتور شايفهن بس مشكله بالشغل شوي ومعجوق والله. معجوق وعجبني والله شوي بس معجوق والله يا دكتور. سلامتك من العجقه الخفيفه، لازم يكون في عندك دائما عجقه كبيره مشان المنظر. طيب ابراهيم حامد. دكتور معك. يلا سولف لنا عن الاف تي بي سي دي. زي ما حكى الشاب يا دكتور اللي هو لا، معلوماته مش دقيقة، معلوماته مش دقيقة، بس بحب أقول لك. طيب مين بحب يشاركنا من الموجودين معنا هون؟ دكتور سولف. سولف دكتور، هو للترانسبورت لاير. ايوه موجود في الترانسبورت لاير، وهو دكتور البروتوكول بينقل الملفات بين اللي هي اللوكال بالريموت سيستم. اوكي و طيب خلص الله يعطيك العافيه، خلينا نشوف غيري عشان ما اضيع وقت كثير. احكي دكتور شوي عنه. لا بدي الصبايا، حدا من الصبايا شاركنا؟ فرح، شو يا فرح؟ ايوه دكتور، سولف لنا عن الاف تي بي. ردينا، ردينا معنا يا ردينا؟ طيب في عندنا اللي فاتحين عندنا اللي هو السلايدات، في عندنا فوق عنوان اللي هو الابلكيشن. ابلكيشن، شكرا. الابلكيشن معناته احنا بنسولف عن الابلكيشن لاير، طبقه التطبيقات. طبقه دكتور، انا فتحت المايك. طبقه التطبيقات، يلا سولفي لنا ايش عنه على السريع بس. دكتور بعرف انه هو اللي بينقل البيانات. نعم. يعني مش متأكد كتير، بس هو
مش متأكدة دكتور من الطبقة. طيب إذا يمكن ترانسفيرر يمكن. لا مش ترانسفيرر. كمان مرة بنقول بدنا نسولف عن بعض البروتوكولات الموجودة بالطبقة رقم 7 اللي هي الابليكيشن لير. والابليكيشن لير بنسميها بالعربي طبقة التطبيقات. وفي عندنا أول بروتوكول بنسولف عنه اللي هو نستخدمه اللي هو الفايل ترانسفير بروتوكول. فايل ترانسفير بروتوكول. الفايل ترانسفير بروتوكول هذا بشكل عام نستخدمه مشان نقل الفايلات بمختلف أنواعها بين السندر والريسيفر. طبعا السندر ممكن يكون هوست، والهوست ممكن يكون إيش اللي هو الكلاينت أو السيرفر. الهوست ممكن يكون الكلاينت أو السيرفر. طبعا الآن لو إجينا سألنا رانيا شو الفرق بين الكلاينت والسيرفر، شو الفرق بين الكلاينت والسيرفر؟ طيب البروتوكول الثاني اللي احنا بنستخدمه في نقل الداتا وايضا اللي هو السيطرة على الكونكشن بين الاطراف اللي هو التيل نت، اللي هو السيطرة من بعيد، من بعيد السيطرة من بعيد. لما نقول ريموت يعني بعيد. الريموت عندكم اللي بالدار شو بتسموه؟ ريموت كنترول، اللي هو جهاز التحكم عن بعد بالتلفزيون أو بالشاشة أو بالريسيفر. إذن نطلع من هون بنتيجة إنه ريموت معناته بعيد. إذن البروتوكول بالأبليكيشن لير اللي إحنا بنستخدمه مشان عملية اللي هو الكونت ريموت كونكشن، الوصل ما بين الأجهزة مع بعضها البعض عن بعد، بنسميه اللي هو التيلنت. وفي عندنا another بروتوكول، طبعا كل هذول أخذناها بالتفصيل في مادة بروتوكولات الشبكة. وفي عندنا ال HTTP اللي هو ال web connection between اللي هو two devices two host client مع server client مع server. طيب في عندنا اللي هو النتورك ترانسبورت بروتوكول اللي قبل شوي سولفتوا عنه. الترانسبورت بروتوكول يا اخوان فيها تو بروتوكول، اللي تي سي بي واليو دي بي. تي سي بي واليو دي بي. الان في عمليه الاتصال وعمليه نقل الداتا باستخدام الابلكيشن بروتوكول، احنا بنستخدم اللي هو انواع مختلفة من الديفايسز اللي بتكون موجودة عندنا داخل الشبكة. طيب الان بدي اي واحد من الموجودين معنا يسولف لي عن الفاير وول. قلنا بالمحاضرة السابقة انه في عندنا نوعين من الفاير وول. في عندنا فيزيكال ديفايس فاير وول، وفي عندنا اللي هو software firewall. مين بيقدر يقول لي شو الفرق بينات الاثنتين؟ إله 5 علامات زيادة. الآن شو الفرق بينات؟ في واحد بنبنيه قبل بداية الشبكة. مين اللي بسولف؟ مين أنت؟ دقيقة. أنا محمد الشبلي. محمد الشبلي. يا محمد الشبلي. بس انه هسه احنا بنسويه عشان نحمي الشبكه مبدئيا. الفيزيكال وين بيكون موجود؟ اللي هو بيكون بدايه الشبكه، من البدايه، اول من البدايه شبكة. يعني قبل ما تدخل الداتا على الشبكه بتكون في عندنا ديفايسز احنا بنثبتها على الشبكه، هاي بتشتغل شغل الفاير وول. طيب كويس. طيب والسوفت وير يا خالد مصطفى؟ السوفت وير دكتور هو برمجيات بنطبقها. وين بتكون موجودة؟ على السيرفرات. طب الجهاز تبعك بكون فيه؟ طبعاً.
طبعا اذا بكون موجود بجميع اجهزه الهوست embedded وين inside the اللي هو devices of the host. طيب انتوا الاثنين لكم كل واحد 5 علامات اكسترا. طيب شكرا دكتور. الان اذا احنا بنستخدم انواع مختلفه من الديفايسز في عمليه نقل الداتا. نقل الداتا، الداتا شو هي الداتا؟ اي داتا؟ الداتا تبعت الابلكيشن لاير اللي هي طبقه التطبيقات. طبعا وقلنا احنا بكون في عندنا different layers مشان احنا نخفف من تعقيدات نقل الداتا، لانه عمليه نقل الداتا ما بين هوست هوست هي عمليه معقده. اللي سهل لنا اياها اللي هو وجود بروتوكولات بكل لاير من اللايرات، سواء كان بي تي سي بي اي بي سوت اللي هو في 4 لايرز او بلوساي اللي في 7 لاير اللي في 7 لاير. اذا الان صار في عندنا مفاهيم اساسيه بالكيبلز كوميونيكيشن كونكشنز، صار في عندنا مفاهيم بالديفايسز اللي اخذناها بتوثيق الشبكات وايضا بروتوكولات الشبكات، وايضا صار في عندنا فهم بالابلكيشن لاير واللي هو بالنتورك ترانسبورت بروتوكول تي سي بي اي بي. الان هذا مثال بسيط يمثل لنا عمليه اتصال الاجهزه مع بعضها البعض، وهي اللي قال عنه السيد شبلي. هاي عندنا الفاير وول اللي مثبت عندنا، وين مثبت عندنا اللي هو as physical devices في الشبكة. قبل الداتا ما تدخل داخل الشبكة هاي الفايروول، وهاي في عندنا اللي هو intrusion detection system. intrusion detection system شو يعني intrusion detection system؟ من أخذ ما معنى من الشبكات أو من المعلومات؟ شو يعني intrusion detection system؟ خالد طيب. اذا هون في عندنا اللي هو توضيع السويتش، وهون اللي هو الديفايسز اللي هو الهوست. نعم دكتور. نعم حبيبي. نديت علي؟ شو اللي انتروجن ديتكشن سيستم؟ اللي هو الدكتور بكون كشف عمليات التسلل. كويس، عملية التسلل لايش؟ إذا بتأثر على ايش؟ على السكيورتي تبعت الشبكة. نعم. لحظة نعم. عندنا الفايروول وين بده يكون بالنسبة للشبكة؟ قبل ما تطلع على الانترنت، قبل ما تطلع الاتصالات على الانترنت يعني الشبكة الخارجية العالمية، أو تدخل من الشبكة العالمية على الأجهزة المكونة للشبكة، شو بكون في عندنا؟ بكون في عندنا فايروول. بعدها مباشرة شو بكون في عندنا؟ اللي هو السكيورتي سيستم اللي هو الانتروجن ديتكشن سيستم. في عندنا باقي اللي هو مكونات او مفردات الشبكه. ايضا بالطرف الاخر نفس المكونات لنفس مفردات الشبكه، زائد اللي هو في عندنا هون الابلكيشنز اللي احنا بنستخدمها. لاحظوا انا عندنا الراوتر. الراوتر احنا لايش بنستخدمه؟ الراوتر باللان. لما يكون عندنا راوتر باللان احنا بنهاية اللان بنستخدم راوتر. مشان ايش بنستخدمه؟ مشان الاتصال بالشبكات الخارجية. اذا ما كان في عندنا راوتر، اذا ما بكينش عندنا في امكانية احنا نتواصل مع اللي هو الشبكات الثانية الخارجية، سواء كانت الوان او اللي هو الاكسترانت او الانترانت او الانترنت. اذا حتى احنا نتواصل مع الشبكات الخارجية هاي لازم يكون في عندنا اللي هو الراوتر. الان هون في عندنا اللي هو الابلكيشنز اللي ممكن احنا نستخدمها، يعني اي هوست ممكن يستخدم هاي الاجهزه. في عندنا اللي هو هون ويب سيرفر، في عندنا الايميل سيرفر، في عندنا الاف تي بي سيرفر، في عندنا البروكسي سيرفر. اذا هذول من خلال اللي هي استخدام السويتش، لما يكون مربوط في الهوست بإمكانه يتواصل مع أي واحد من هاي السيرفرات. لكن حتى يحصل الخدمة لازم اللي هو يطلع على شبكة الإنترنت من خلال اللي هو الراوتر. من خلال اللي هو الراوتر.
الادريسنج واللي هو الراوتينج اللي رايحين نسولف عن شو يعني ادريسنج وشو يعني راوتينج. اذا بتتذكروا قلنا قبل شوي انه السويتش يحتفظ بتيبل، التيبل هاي بيكون موجود فيها الماك ادرس، بيكون موجود فيها ماك ادرس. اذا هذا العنوان الاول اللي احنا ممكن نستخدمه على مستوى اللي هو اللاب اللي هو الماك ادرس. الشيء الثاني اللي احنا ممكن نستخدمه فيما انه احنا لو استخدمنا الراوتر يعني بدنا نطلع خارج الشبكه المحليه، الان الراوتر اتسلف بكون فيها اللي هو تيبل، التيبل هاي تحتوي على الاي بي ادريسز، تحتوي على الاي بي ادريسز. هاي ايش؟ هاي العنوان الثاني. العنوان الثالث اللي احنا بدنا نسولف عنه اللي هو اي عنوان يا خالد؟ حدا يساعدني شو العنوان الثالث اللي احنا بنستخدمه في ارسال واستقبال المعلومات؟ اللي هو الفيزيكال ادرس دكتور. في عندنا الفيزيكال ادرس اللي هو الماك ادرس، وفي عندنا الاي بي ادرس، وفي عندنا واحد ثالث عنوان ثالث بنستخدمه لكل ابلكيشن من الابلكيشنات اللي سولفنا عنها. شو هو؟ مين بيعرف شباب؟ السوكت، تذكروا السوكت؟ مضيعين الشباب. السوكت شو السوكت؟ اخذتوها برمجة الشبكات، واخذتوها بروتوكولات الشبكات، واخذتوها الشبكات المتقدمة. بكون في عندنا تعتمد على ثلاث عناوين رئيسية، شو هن؟ مين بيعرف؟ طيب المهم انه بكون في عندنا احنا عنوان لكل مفردة او لكل نود داخل الشبكة، يتم الاحتفاظ بتيبلات، التيبلات بتكون بالراوترات بحيث يتم الاتصال مع الاجهزة مع بعضها البعض باستخدام اللي هو ثلاث عناوين مختلفة، ثلاث عناوين مختلفة. العنوان الثالث بنتركه معكم وظيفة للمحاضرة القادمة ان شاء الله. بدي بداية المحاضرة الكل يسولف لي عن العناوين اللي احنا بنستخدمها في عملية ارسال الداتا ما بين تو هوست، شو العناوين اللي احنا بنستخدمها الثلاثة الرئيسية سواء باللان او بالشبكة الاكبر اللي هي الوان او بالانترنت، شو هي العناوين؟ وين بتكون موجودة هاي العناوين؟ واضح شباب؟ مين عنده أي سؤال لغاية تون؟ واضح دكتور. أي سؤال؟ طب دكتور مش السوكت بيعتمد على الاي بي والبورت نمبر وهيك شغلات؟ بالضبط، هذا هو يزم اللي بدور عليه، البورت. البورت نمبر. طيب شو هو البورت نمبر؟ اللي هو المدخل تبع السويتش دكتور. لا، في عندنا نوعين، في عندنا الفيزيكال بورت وفي عندنا اللوجيكال بورت. قلنا انه التطبيقات كل تطبيق من التطبيقات بكون في له اللي هو بورت نمبر. المحاضرة الجاية بدي الكل يكون عنده إمكانية انه يسولف لنا عن البورت نمبر، اللوجيكال بورت نمبر. كل الموجودين معنا بالمحاضرة الكل بده يشارك المرة الجاية ويسولف لنا عن البورت نمبر. طيب مين عنده أي سؤال عن محاضرة اليوم؟ أي سؤال عن محاضرة اليوم؟ طيب لغاية توم كنا إحنا انهينا محاضرتنا لليوم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام.